الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: الرئيس الحريري في عين التين وملف تشكيل الحكومة في صلب مباحثاته مع الرئيس بري. الرئيس عون: بدأنا معركة مكافحة الفساد ولن نسكت عن عذاب المواطنين. ارتفاع حصيلة قتل القصف الإسرائيلي على دمشق وتل أبيب تطور دفاعاتها. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: موديس تقول إن استمرار التأخير بتأليف الحكومة سيزيد الضغوط على السيولة. وفي الرياضة: تأهل الإمارات وأستراليا واليابان إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا. عاد ملف تشكيل الحكومة إلى الواجهة، وعادت معه الحركة السياسية الداخلية. وفي هذا الإطار زار الرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم عين التين، حيث اجتمع إلى الرئيس نبيه بري. وكانت مصادر تيار المستقبل نفت الشائعات التي تحدثت عن موافقة الرئيس الحريري على حكومة من 32 وزيرا، شرط أن يكون الوزير الإضافي الأول من حصة السنة وليس علويا والثاني مسيحيا. وأكدت أن اتصالات الساعات الأخيرة لم تحمل أي جديد بعد. وللاطلاع على الأجواء المحيطة بزيارة الرئيس الحريري إلى عين التين، ينضم إلينا من هناك مراسلنا شربل عبود. شربل، تفضل. نعم هنادي، كما ذكرت فإن الرئيس سعد الحريري يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ الساعة 2:30 تقريبا هنا في عين التين. وبطبيعة الحال الملف الحكومي هو الملف الأساسي في المباحثات بين الحريري وبري. هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب تأتي بعد لقاء مساء أمس عقد بين أو بعد ظهر أمس عقد بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. و تحدث باسيل عن عدة طروحات قدمها، وهي ستكون كما قال محور بحث، وهو بالفعل يعني ما نشهده، باعتبار أن الرئيس الحريري ما زال يستكمل مشاوراته التي لم تتوقف بطبيعة الحال، ويتبادل طرح هذه الأفكار مع الرئيس نبيه بري. نحن بانتظار انتهاء هذا اللقاء لنعلم إن كان سيكون هناك أي كلام أو موقف للرئيس الحريري بعد لقائه رئيس مجلس النواب. طبعا بحال سيكون هناك كلام ننقل وقائع هذا الكلام مباشرة على الهواء. هنادي، شكرا لك. شرب العبود من عين التين. أعلن الرئيس سعد الحريري بصفته رئيس تيار المستقبل عن سلسلة قرارات تشكيلية تهدف إلى إعادة تنظيم هيئات تيار المستقبل. أصدر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بالاستناد إلى النظام الداخلي والصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له من المكتب السياسي سلسلة قرارات تنظيمية على صعيد إعادة تشكيل هيئات التيار، تضمنت الآتي: أولا، تعيين النائب السابق عمار حوري مستشارا في مكتب الرئيس. ثانيا، إعادة تشكيل مكتب الأمانة العامة وفقا للآتي: أحمد الحريري أمينا عاما، النائب السابق عقاب صقر مساعدا للأمين العام للشؤون السياسية والتثقيفية، وسام شبلي مساعدا للأمين العام للشؤون التنظيمية، جلال كبريت مساعدا للأمين العام لشؤون الفعاليات التمثيلية، فادي تميم مساعدا للأمين العام لشؤون العلاقات العامة، عبد السلام موسى منسقا عاما لشؤون الأعلام، أحمد رشواني منسقا عاما لشؤون العلاقات الخارجية، محمود الجمل عضوا في مكتب الأمانة العامة، محمود القيسي عضوا في مكتب الأمانة العامة، رندا كعكي أمينة للسر. ثالثا، تعيين سامر سوبرا منسقا عاما في بيروت، وتكليفه بإعادة تشكيل مكتب ومجلس منسقية بيروت خلال مدة شهر بالتنسيق مع الأمين العام. رابعا، تعيين سعيد ياسين منسقا عاما في البقاع الأوسط، وتكليفه بإعادة تشكيل مكتب ومجلس منسقية البقاع الأوسط خلال مدة شهر بالتنسيق مع الأمين العام.
خامسا، تعيين علي صفي منسقا عاما في البقاع الغربي وراشية، وتكليفه بإعادة تشكيل مكتب ومجلس منسقية البقاع الغربي وراشية خلال مدة شهر بالتنسيق مع الأمين العام. سادسا، توحيد النطاق الجغرافي للمنسقيات الثلاث التالية: الكورة، زغرتا، البترون وجبيل في نطاق جغرافي واحد، وتكليف مكتب الأمانة العامة اتخاذ إجراءات التوحيد بين الهيئات التنظيمية للمنسقيات الثلاث السابقة خلال فترة شهرين. وفي ضوء هذه القرارات صدر عن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ما يلي: تعيين مختار سليمان حيدر مستشارا للأمين العام، تعيين بسام عبد الملك أمين سر الأمين العام، تعيين أحمد رباح مستشارا في مكتب الأمين العام، وتعيين بسام شكر عضوا في مكتب الأمين العام. في بعبدة وأمام وفد من وزارة الطاقة، شدد الرئيس ميشيل عون على أنه تم البدء بمعركة مكافحة الفساد، مشددا في هذا الإطار على أنه سيسمي الأمور بأسمائها. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أننا بدأنا اليوم معركة مكافحة الفساد، وكنت بانتظار حكومة ما بعد الانتخابات النيابية لخوض هذه المعركة بفاعلية أكبر، ولكن هذا لا يمنع من البدء بها في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهده. الرئيس عون وأمام وفد من وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير سيزار أبي خليل ضم المدراء العامين في الوزارة وكهرباء لبنان والمؤسسات العامة للمياه، قال: أمامنا صعوبات كثيرة علينا تذليلها، وسوف أسمي الأمور بأسمائها، لأنه من غير المقبول البقاء على هذا النحو، فهناك شعب يعتمد علينا وهو الذي يتعذب، لافتا إلى أنه يجب علينا إصلاح الخلل البنيوي في كل الأمور، لأننا نؤذي أنفسنا بهذه الممارسات. الرئيس عون قال: لقد بدأنا العمل على خطة الكهرباء في حزيران من العام 2010، وبعد 8 سنوات لا نزال نعاني من عجز في الطاقة الكهربائية، وقد تحملنا اللوم الذي ألقي علينا رغم الإقرار السياسي بمنعنا من تنفيذ هذه الخطط، متوجها إلى الحاضرين بالقول: لن نحرمكم من أي موازنة مطلوبة، لأن من شأن ذلك وقف أكبر سبب الخسائر في الدولة. من جهته الوزير أبي خليل أمل أن يتم حفر أول بئر نفط قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا العمل للحصول على تراخيص جديدة للشركات من أجل الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية. من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف واتل في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيث ريتشارد في زيارة وداعية لمناسبة قرب إحالته إلى التقاعد. عون جدد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 والمحافظة على الاستقرار على الحدود رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة. إلى ذلك، استقبل الرئيس عون نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ثانوس أرفانيتس، وعرض معه عمل الصندوق والتعاون مع لبنان في المجالات كافة، كما تناول البحث الحاجة إلى المضي قدما بتنفيذ مقررات مؤتمر سادر. اجتماع مشترك بين وزيري الاقتصاد والطاقة أعلن على إثره أن تسعيرة فاتورة المولدات الخاصة هي تجريبية وستكون عادلة لأصحاب المولدات والمواطن. ضبط تسعيرة فاتورة المولدات الخاصة سيكون موضوع متابعة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد، وقد أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد رائد خوري أن التسعيرة هي تجريبية. التسعيرة يلي صدرناها هي تسعيرة تجريبية، سوف يتم التحقق منها على ضوء القياسات التي سوف تؤخذ على الواقع على مولدات محصورة ومضبوطة بعدة مناطق، مناطق على الساحل، مناطق بالوسط، ومناطق بأعالي الجبل، بحيث بتختلف استهلاك المازوت للكيلووات ساعة. وقلنا كمان أنه هنالك عدة عوامل تدخل في جدول تركيب التسعيرة، من ساعات القطع، من سعر المازوت، ومن نمط الاستهلاك. من ناحيته، لفت خوري إلى أن التسعيرة ستكون عادلة لأصحاب المولدات والمواطن. عم ننسق مع وزارة الداخلية ومع القضاء المختص ليصير في عملية التطبيق العداد ب 100% على الأراضي اللبنانية. صاحب المولد رح يربح، ممنوع يربح أكثر من 10%،
مثل ما كان عم يربح أكثر 500% و400%، والمواطن رح يضل موفر. هذه هي إذا بدك النتيجة. وأكد خوري أنه لا يمكن لبلدية أن تتمرد أو تفتح على حسابها، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عراقيل من قبل أصحاب المولدات عبر الاتصال على الخط الساخن 1739. خلال جولة ميدانية له في مطار رفيق الحريري الدولي، أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس أن الرئيس الحريري سيعقد اجتماعا مع 7 وزراء لمتابعة وضع المطار قبل تقييم شركة أوديت المقرر بين 16 و15 من شباط. استعدادا لتقييم أوديت الذي سيخضع له مطار رفيق الحريري الدولي بين 16 و15 من شباط المقبل، عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس اجتماعا موسعا في المطار، حضره أعضاء الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج دومت ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز. احنا رح ناخد إجراءات عملية، في اجتماع بده يعقده الرئيس الحريري، يعني رح تتبلغوا فيه اكيد وبتعرفوه، رح يكون في بالاضافه لوزير الاشغال 6 وزراء اخرين، هذا الاوديت وامور اخرى تتعلق بمطار بيروت الدولي. احنا ملتزمين وبنقدر نقول لحديت هلا حققنا الكثير من المطلوب منا بالاوديت من منظمه الايكاو. احنا مستمرين بهذا العمل لتلبيه كل الاشياء اللي مطلوب منا من المنظمة. فنيانوس وقبل جولة له على قسم الملاحة الجوية في المطار كان قد كرم من قبل المراقبين الجويين لمناسبة توقيعه مرسوم ترفيعهم للفئة 3. إن توقيع هذا المرسوم يحملكم مسؤولية أكبر بالعمل لتطوير الملاحة الجوية عن طريق حسن تنظيم الإدارة وتراتبيتها. اللي بيشتغل بالليل بياخذ تعب الليل، ما فيني اسمح لواحد بيشتغل بالنهار ياخذ تعب اللي بيسهر بالليل. وقد ألقى رئيس مصلحة قسم الملاحة كمال نصر الدين كلمة باسم المراقبين، وعد خلالها بتقديم أفضل الخدمات. في بيت الوسط عرض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع النائبين أكرم شهيب وأنري حلو تطورات الأوضاع وشؤون إنمائية، وخصوصا الانهيارات التي شهدتها الطرق في منطقتي الشوف وعلي. وقد أكد شهيب أن الرئيس الحريري أعطى توجيهاته للأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لمعالجة هذا الموضوع بشكل سريع. الرئيس الحريري التقى أيضا سفير لبنان في المغرب زياد عطالله. ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس ميشيل عون أعرب خلاله عن شكره وتقديره له على مشاركته في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية 4 التي عقدت في بيروت، مؤكدا أن حضوره كان سببا في نجاحها. إلى ذلك رأى عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر في حديث لبرنامج كلام بيروت أنه لو لم يكن هناك ثقة بلبنان لم تشتري قطر سندات خزينة بمبلغ 500 مليون دولار. وأضاف في حديث لبرنامج كلام بيروت أن أغلب الدول العربية تنتظر تشكيل الحكومة لأخذ مبادرات باتجاه الدولة اللبنانية. طبعا هلا هني ما عم يطرحوها بقصة الثلث، لكن هي بالنهاية بتجمع الثلث. بعتقد انه ما في حدا له مصلحة بان يكون هناك سلس معطل، ولا بعتقد نحن الا مصلحة، يعني ولا بعتقد في حدا بالبلد له سلس معطل. ولازم نخلص، اكيد لازم نخلص، بس انه يعني انا بفهم في شيء اللي هو معقول، انه والله مثلا الكلام عن عملية، يعني نحن من الاساس ولا يوم كنا مع السلس المعطل. نعم، مش هلا حنكون مع السلس المعطل بطريقة اخرى يعني، او اذا انتقلت الامور من محل لمحل. فبعتقد انه لو يخفف كل واحد شروطه شوي بيسهل الامور. في مؤشر انه لو ما في سيارة لبنان ما حيجي يحطوا 500 مليون دولار انه ليشتروا فيها سندة. هلا هيدي الخطوة اذا بتطبقها خطوات عربية واللي هي عامل لك كلها تنتظر الحكومة، اكيد انها بترجع يعني بتحسن بالوضع المالي. نعم. هن بوجهة مجلس التعاون الخارجي ناطر تأليف الحكومة،
مجرد انه يصير في تأليف حكومة حتشوفي في سلسلة من الاتفاقات ستجري بين لبنان وبين السعودية. اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة عبر تويتر أن بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة شيخ آخر إلى جانب الممثل الشرعي للطائفة الشيخ نعيم حسن لحضور القمة العربية غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون، لكنه يبدو جزءا من تسديد فواتير مسبقة وتبييض الوجه أمام النظام السوري وحلفائه. وأضاف جنبلاط: لن أسترسل أكثر من ذلك وأحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي. وفي تغريدة أخرى طلب من مناصري عدم الدخول في سجالات جانبية وتوترات نحن بغنى عنها، وقال: فليكن التركيز على خطورة الوضع المالي وكيف جرى وضع تصنيف إضافي سلبي للبنان نتيجة العقبات الداخلية والخارجية بوجه تشكيل الحكومة. ثمن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما صدر عن القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، خصوصا لجهة الاستجابة لمطلب لبنان بإدراج قضية النازحين واللاجئين كبند أساس، متمنيا أن تشكل هذه القضية صحوة ضمير عربية تؤدي إلى التكاتف والتضامن وتعزيز العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. الجيش اليمني يسيطر على الخط الدولي بين صعدة والبقعة. أهلا بكم من جديد. ارتفع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على سوريا إلى 21 شخصا بينهم 12 على الأقل من عناصر الحرس الثوري الإيراني. بعد يوم من شن مقاتلات إسرائيلية غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة لفريق القدس الإيراني، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية عن نجاح اختبار منظومة دفاع صاروخي متقدمة قادرة على التصدي للتهديدات الصاروخية الباليستية. وزارة الحرب الإسرائيلية رأت أن الاختبار الناجح لمنظومة الراو 3 يعد مرحلة مهمة في قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد تهديدات حالية ومستقبلية في المنطقة على حد تعبيرها. وجاءت الضربات عقب هجمات عبر الحدود قالت سوريا إنها تصدت خلالها لهجوم جوي إسرائيلي، في حين قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا أطلق على مرتفعات الجولان. أما عن حصيلة الضربات الإسرائيلية فأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 6 من عناصر قوات النظام والمسلحين السوريين الموالين لها و15 عنصرا من جنسيات غير سورية من ضمنهم 12 على الأقل من الحرس الثوري الإيراني. وأشار المرصد إلى أن ارتفاع عدد الخسائر البشرية والدمار الكبير سببه تناوب 3 أسراب طائرات إسرائيلية على قصف المواقع المستهدفة. وحسب المرصد يعد القصف الإسرائيلي الأخير الأشمل والأعنف ضد قوات النظام وحلفائها من حيث الخسائر البشرية، وجرى تنفيذ عشرات الضربات الصاروخية برا وجوا في قصف امتد لأقل من 60 دقيقة واستهدف مناطق ممتدة من ريف دمشق الجنوبي الغربي إلى ريف السويداء الغربي. هذا وأدى القصف حسب المرصد إلى تدمير مواقع ونقاط ومستودعات القوات الإيرانية وحزب الله في جمرايا ومحيط مطار دمشق الدولي والكسوة ومحيط مدار الثعلة ومناطق أخرى، بالإضافة لاستهداف مراكز دفاع جوي تابعة لقوات النظام رغم نجاح النظام في إسقاط صواريخ إسرائيلية عدة. دبلوماسيا، أمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استمرارية العمل مع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون الذي حل محل ستيفان دي مستورا في هذا المنصب. لافروف وخلال لقائه بيدرسون في موسكو ثمن التعامل في إطار عملية أستانا والتعاون مع الأمم المتحدة في تفعيل العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي. بدوره حث المبعوث الأممي على ضرورة أن تلعب روسيا والأمم المتحدة دورا رئيسا في تسوية الأزمة وإنجاح العملية السياسية هناك، مشددا على عزمه العمل مع روسيا على إعادة إطلاق عملية التسوية السياسية حول سوريا. نشر مجلس الاتحاد الأوروبي على صفحته الرسمية أسماء 11 شخصية سورية أضافها إلى لائحة عقوباته المفروضة على سوريا. وأدرج الاتحاد الأوروبي 5 كيانات سورية في عقوباته تعمل جميعها في الاستثمار العقاري.
سيطر الجيش اليمني بشكل كامل على ما تبقى من سلسلة جبال المليل في مديرية كتاف، وتقدم إلى الخط الإسفلتي المؤدي إلى صعدة، مكبدا ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. المعارك في صعدة تتخذ تكتيكا عسكريا جديدا بعد سيطرة الجيش اليمني على الخط الدولي الذي يربط مدينة صعدة بمديريتي كتاف والبقع، بعد أن دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية. قائد كتائب المدفعية في لواء التوحيد العقيد وليد الواصلي أوضح أن الجيش الوطني سيطر بشكل كامل على ما تبقى من سلسلة جبال المليل بمديرية كتاف، وتقدم إلى الخط الإسفلتي المؤدي إلى مديرية صعدة، ونصب فيه أولى النقاط العسكرية، موضحا أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إضافة إلى أسر عدد من عناصرها. وعلى جبهة الحديدة غربي اليمن لم تتوقف اعتداءات ميليشيات الحوثي على المواطنين في المدينة، على الرغم من سريان وقف إطلاق النار منذ 18 من كانون الأول الماضي. ورصد تقرير يمني مقتل وإصابة أكثر من 400 مواطن جراء ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 680 خرقا في الحديدة. وأشار التقرير إلى أن الخروق الحوثية مستمرة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الشرعية، مؤكدا أن الميليشيات مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زرع الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية. بالعودة إلى محلياتنا، وبعد مغادرة الرئيس سعد الحريري عين التين من دون الإدلاء بتصريح، التقى الرئيس نبيه بري الإعلاميين، وكان له جملة مواقف نطلع عليها مباشرة من مراسلنا في عين التين شرب العبود. إذن الرئيس الحريري غادر دون الإدلاء بتصريح، ماذا عن الدردشة بين بري والصحفيين؟ بالفعل كما ذكرت هنادي، غادر الرئيس الحريري لعين التين دون الإدلاء بأي تصريح، إنما كان هناك دردشة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد لنا أن الجو ناشط ومرتجى، والرئيس الحريري بصدد تكثيف المساعي ويأمل أنه خلال أسبوع بل أقل ترى الحكومة العتيدة النور. وقال أيضا أنه يعلم بحاجة البلد وبمكونات البلد، والبلد يحتاج إلى حكومة، خصوصا وأن الاعتداءات الإسرائيلية التي نشهدها وهي اعتداءات على سوريا لكن أيضا على لبنان، باعتبار أن الطائرات الإسرائيلية تستخدم سماء لبنان، وبالتالي أي تطور ووضعنا بهذا الشكل لا حكومة ولا من يفرحون كما قال، أي تطورات تشكل خطر على مصير البلد. وأضاف الرئيس بري أن الأوان أن ترتفع الناس عن وسوساتها الداخلية ونزاعاتها الشخصية. سألناه عن موضوع الحكومة 32 وزير قال غير مطروح، تحدث عن إمكانية انعقاد الحكومة بحال حكومة تصريف العمل بحال لن تتشكل الحكومة للبحث في موضوع الموازنة. إذن هذا أبرز يعني ما قاله. أكد أيضا أن علاقته ممتازة بالرئيس عون، وأعرف ما هي واجباتي وما هي مكونات البلد وما هي مصلحة البلد. هذه أبرز المواقف التي أطلقها الرئيس بري خلال دردشة مع الإعلاميين بعد لقائه الرئيس سعد الحريري. إذن الحركة التي كنا قد تحدثنا عنها هنادي في الرسالة الأولى واضح أنها حركة مكثفة جدا، وبالتالي الساعات المقبلة مرشحة لتشهد مزيد من اللقاءات والمشاورات بهدف أن تبصر الحكومة العتيدة النور. هنادي، شكرا لك شرب العبود من عين التين على هذه المعلومات. ونعود مجددا إلى متابعة النشرة والأخبار الأقليمية، حيث بحث مجلس الوزراء السعودي إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، وما تضمنه من قرارات صادرة للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدا دعم السعودية المستمر للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية. ورحب المجلس في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رحب بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وفق المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن على حاجز حوار جنوب نابلس. وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أطلقوا نيرانهم صوب الشاب محمد عدوي وأصابوه بصورة مباشرة، مضيفة أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بالاتجاهين ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب وتقديم الإسعاف للمصاب الذي ترك ينزف حتى استشهاده.
قتل عشرات التكفيريين، وأعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 44 عنصرا من العناصر الإرهابية خلال عمليات نوعية في وسط وشمال شبه جزيرة سيناء، مشيرة في الوقت نفسه إلى مقتل 7 عسكريين خلال الفترة الماضية، وأضافت أنه جرى العثور بحوزة الإرهابيين على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث، وأشارت إلى أنه جرى القبض على 142 شخصا خلال العملية. أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ضواحي مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة، وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي أطلق النار في مركز أورلاندو بارك التجاري لا يزال طليقا، وأن القتيل يبلغ من العمر 19 عاما وأصيب بالرصاص وتمكن من الهرب قبل أن يسقط خارج متجر لبيع الملابس وتوفي في وقت لاحق في المستشفى. واصل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني الحرب الكلامية بين روما وباريس، وقال إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة. وأتى هذا التصريح التصعيدي بعد أن استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة الإيطالية الاثنين بعد أن اتهم نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي باريس بإشاعة الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا. دعا تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة للحكومة إلى تظاهرات جديدة مساء اليوم في الخرطوم وأم درمان، وتعهد التجمع بالاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب بتنحي الرئيس عمر البشير. يذكر أنه من المقرر تنظيم مزيد من التظاهرات الخميس المقبل في جميع أنحاء السودان وفق ما أعلن الاتحاد الأسبوع الماضي. بعد الفاصل. قوات الاحتلال تستأنف عمليات حفرها اليومية. أهلا بكم من جديد. يواصل جيش العدو الإسرائيلي أعماله الاستفزازية على الحدود الجنوبية. استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال الحفر ورفع السواتر على الحدود الواقع بين شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان مقابل بلدات في قضاء مرجعيون وسط استنفار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل من الجهات اللبنانية. ففي كفركلا تتابع قوات العدو العمل في تركيب سياج حديدي فوق الجدار الإسمنتي الفاصل مقابل طريق عام عديسي كفركلا. ومقابل منتزهات الوزانية استأنفت آليتان نوع بوكلين تابعتان للجيش الإسرائيلي أعمال الحفر ورفع السواتر الترابية خلف السياج التقني لجهة الجولان السوري المحتل، فيما تقوم بعض الشاحنات بنقل الأتربة والصخور باتجاه قرية الغجر السورية المحتلة. وفي العديسية يستكمل الجيش الإسرائيلي أعمال بناء الجدار في الأرض المتنازع عليها في تلة المحافر مقابل البلدة، كما تواصل جرافات العدو حفر خندق في نقطة التحفظ. أما مقابل وادي هونين المشرف على بلدة مركبة فقد قامت ثلاثة آليات للجيش الإسرائيلي نوع بوكلين بأعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني بحماية عدد من الآليات المدنية والعسكرية المتمركزة في محيط الأعمال. عقد النائب السابق محمد قباني مؤتمرا صحفيا دعا فيه إلى وضع قانون يتضمن إنشاء هيئة لإدارة الكوارث، خصوصا بعد العاصفتين اللتين ضربتا لبنان واللتين كشفتا أن الطرقات والبنى التحتية غير صالحة. كما اقترح قباني أن يتم تسمية هذا القانون باسم الشيخ بيير أمين لجميل. هذا الاقتراح يعني هيئة إدارة الكوارث لا يلغي أي هيئة قائمة، فالدفاع المدني يستمر في عمله الحالي وضمن الأصول الإدارية السارية يعني تابع لوزير الداخلية، وفي حال وقوع كارثة فإنه يندمج ضمن هيئة إدارة مخاطر الكوارث. هذا القانون أخذ سنوات طويلة من النقاش يا أخوان، وكان في معارضة له من بعض الهيئات القائمة، مشان هيك عملنا لنا الحل. الحل سميناه بالانجليزي ان اند اوت، يعني مثلا الدفاع المدني بالايام العاديه مديريه الدفاع المدني بتشتغل مثل ما هي اليوم، حق شغل طبيعي تحت اشراف وزير الداخليه. اما في حالات كوارث فبتصفي جزء من هيئه اداره الكوارث لانه القصه بتصير اكبر من الدفاع المدني.
الانهيارات الصخرية والرملية التي تسببت بها العواصف في بلدة برغون الشمالية لم ترفع، والأهالي يناشدون المعنيين بالتحرك. زبطنا الطريق شوي من قريبه وسمعنا صوتنا الجهات المختصة، لحد هلا ما حدا رد علينا خبر. الانهيارات الصخرية والرملية التي لحقت ببلدة برغون في قضاء الكورة وبالطريق التي تربطها ببلدتي عفصديق وأميون لم ترفع حتى اليوم، على الرغم من انحسار العواصف التي ضربت لبنان في الأسبوعين المنصرمين. أهالي برغون ناشدوا المسؤولين من هيئة الإغاثة إلى وزارة النقل بالعمل على رفع الأضرار، محذرين من زحل الطريق إلى الوادي في حال لم تتدخل الجهات المعنية لإصلاحها. أثر العواصف اللي انضربت لبنان، انهار الجبل اللي شايفه قدامك وانقطع الطريق كليا. نادينا كل الجهات المعنية يساعدونا بفتح الطريق، ما حدا رد علينا. هذه الطريق اللي شفتها حاليا نحن عملناها بهمتنا الشخصية. وطالب الأهالي الدولة بإعفائهم من المعاينة الميكانيكية لحين إصلاح طرقاتهم. في دار الفتوى سلسلة لقاءات سياسية واجتماعية لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. المستجدات السياسية بحثها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت المحامي صائب مطرجي، الذي دعا إلى تأليف حكومة تكرس وحدة اللبنانيين، مشيرا إلى أن التأخير لا يصب في مصلحة أي طرف. ونطالب من دار الفتوى بتجديد الثقة بين كافة القوى والفعاليات السياسية لتشكيل الحكومة التي هي حاجة وطنية وعربية، وعلينا أن نجتاز هذا الاستحقاق بتوافق، والتأخير لا يصب في مصلحة أي أحد من الأطراف السياسية. وما نسمع من خلاف على توزيع الحصص الوزارية أو عدد الوزراء في الحكومة المقبلة من 30 أو 32 وزيرا، فهذا أمر لا يستحق أن نقف عنده. كما استقبل المفتي وفدا شبابيا سعوديا من برنامج التبادل المعرفي والثقافي، واطلع منهم على أهداف البرنامج الذي يدعو إلى حوار الأديان وتعزيز العيش المشترك والتسامح وتبادل الخبرات بين الشباب. أقفلت دورية من مركز أمن عام نبطي الإقليمي بمؤازرة من شعبة الأمن القومي شعبة الجنوب محلا لبيع المشروبات الروحية يديره عمال سوريون على طريق عام زوتر النبطي الفوقة بالشمع الأحمر، وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطي القاضي عباس جحا. في الاقتصاد بعد الفاصل، محكمة طوكيو تصر على رفض طلب كارلوس غوسون. أهلا بكم من جديد وإلى النشرة الاقتصادية مع باسل خطيب. أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد بعد نحو شهر على قراءتها السابقة. للاقتصاد اللبناني، عادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وخفضت تصنيف لبنان إلى CAA1، إلا أنها عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. تقرير محمد حمادي. بعد ساعات على إعلان وكالة موديز أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنان إلى CAA1 وعدلت نظرتها المستقبلية، غرد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال النائب علي حسن خليل عبر حسابه على تويتر قائلا: إن تقرير موديز يستكمل ما قلته الشهر الماضي، بحيث تأكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي وصولا إلى تخفيف نسبة العجز والبدء بالمشاريع المقررة في مؤتمر سادر وإنجاز سريع للموازنة العامة من ضمن هذه التوجهات حتى لا نخسر المزيد من الفرص. وتابع خليل: من جهة أخرى، ورغم التقرير فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات ولا سيما الديون، مضيفا أن اكتتاب قطر سندات الخزينة يعزز الثقة بالإصدارات التي يقوم بها لبنان وهو موضع تقدير، ونأمل أن يكون مقدمة لانخراط دول ومؤسسات أكثر في دعم لبنان. وقالت موديز أنها عدلت النظرة المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن استمرار التأخير بتأليف الحكومة سيزيد الضغوط على السيولة في لبنان. كما لفتت وكالة موديز إلى أن استجابة حكومة لبنان لزيادة المخاطر على الاستقرار المالي ستشمل إعادة جدول الديون، بما قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز.
في جديد قضية غصن، رفضت محكمة في طوكيو أحدث طلب للإفراج بكفالة عن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان المقال كارلوس غصن، بالرغم من أنه عرض وضع بطاقة إلكترونية حول كاحله في محاولة منه لضمان الإفراج عنه بعد شهرين من الاحتجاز فيما يتعلق بجرائم مالية. ولم تذكر المحكمة سببا لرفض طلب الإفراج عنه، وشمل أحدث طلب من غصن للإفراج عنه بكفالة عرضا باستئجار حراس لمراقبته وتعهدا بالبقاء في طوكيو. وقالت متحدثة باسمه إنه عرض أيضا وضع أسهم يمتلكها في نيسان كضمان. انخفضت أسعار الذهب وحامت بالقرب من أدنى مستوى في 3 أسابيع والذي لمسته في جلسة سابقة، حيث رفع ارتفاع الدولار كلفة المعدن الأصفر للمشترين من حائزي العملات الأخرى على الرغم من تزايد المخاوف بشأن تباطؤ عالمي. وهبط الذهب 0.1% إلى 1278 دولار للأونصة بعد أن لمس أدنى مستوياته منذ 28 من كانون الأول عند 1276. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الأجلة 0.3% إلى 1278. وهبطت الفضة 0.1% إلى 15 دولار و21 للأونصة. أسعار النفط هبطت نحو 1% في حين أجج الدلائل على اتساع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل. وسجل خام برنت 62 دولار للبرميل بانخفاض 65 سنت أو 1% عن الإغلاق السابق. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% إلى 53 دولار 22 للبرميل. وحذرت لجنة التخطيط الرسمية الصينية من أن الضغط على الاقتصاد سيؤثر على سوق العمل، بينما يشير تراجع طلبيات المصانع إلى انخفاض أكبر في الأنشطة في الأشهر المقبلة وفقدان مزيد من الوظائف. ويوم الاثنين أعلنت الصين أقل معدل نمو سنوي منذ العام 1990. وفي مؤشر على اتساع نطاق تراجع الاقتصاد العالمي، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ اقتصاد كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير لأقل وتيرة نمو في أعوام، مسجلا 2.7% في العام 2018. الدولار الأمريكي استقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع مع سعي المستثمرين للأمان النسبي للعملة الأمريكية بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 و2020. ويقول مراقبو السوق إن الدولار قد يتعرض لضغوط مع بدء إغلاق الحكومة الأمريكية في التأثير على النمو المحلي. ويعتقد المحللون في مورغان ستانلي أن النمو الأمريكي في الربع الأول من العام سيسجل مستوى أقل من توقعاتهم البالغة 2.2% على أساس سنوي ونحو نصف معدل النمو المسجل في 2018 والبالغ 4.2%. هذا وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في العام 2019 والعام 2020 بسبب الضعف في أوروبا والأسواق الناشئة، وقال إن الفشل في تسوية التوترات التجارية قد يتسبب بتفاقم حالة عدم استقرار الاقتصاد العالمي. قلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي يلقي بظلاله على منتدى دافوس. تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول عدة منذ أشهر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، الأمر الذي انعكس على منتدى دافوس في سويسرا وقد تمثل في غياب عدد كبير من الزعماء والقادة. وتزايدت المخاوف من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية أمريكية على دول عدة إلى تراجع النمو في الاقتصاد العالمي. وبينما سجلت الصين أسوأ نمو سنوي لها منذ عقود، أضفت الولايات المتحدة المزيد من عدم اليقين على السوق العالمي، لا سيما في ظل التعريفات الجمركية والإغلاق الحكومي الذي على ما يبدو سيكون طويلا. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، حيث سلط الضوء على التراجع الحاد الاقتصادي في أوروبا وحذر من أن مخاطر حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي أصبحت تتزايد. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة العالم في مدينة دافوس السويسرية في منتدى الاقتصاد العالمي السنوي، وعبر المشاركون هذا العام عن قلقهم من أن الولايات المتحدة تقوض اقتصادها واقتصاد بقية العالم. عبر حرب تجارية وأطول إغلاق حكومي في تاريخها. نهاية الاقتصاد، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. وتتابعونا في الرياضة بعد الفاصل.
برشلونة يعلن التعاقد رسميا مع بوتينغ. أهلا بكم من جديد وإلى النشرة الرياضية مع صبحة إبلاوي. مرحبا مشاهدينا، البداية بالأخبار الرياضية لليوم رح تكون من كأس الأمم الآسيوية المقام حاليا بالإمارات العربية المتحدة، حيث خرج المنتخب السعودي من البطولة بالخسارة أمام منتخب اليابان وبنتيجة 1-0. انتزع المنتخب الياباني بطاقة التأهل لدور ربع النهائي ببطولة كأس أمم آسيا 2019 للفوتبول المقام حاليا بالإمارات بعد فوزه على المنتخب السعودي 1-0 على ملعب استاد نادي الشارقة ضمن منافسات دور ال 16. وسجل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 20 عن طريق تيكاهيرو بعد كرة برأسه، ولحق المنتخب الياباني إلى دور ربع النهائي بمنتخبات فيتنام والصين وإيران، ورح يلتقي بمباراته المقبلة مع المنتخب الفيتنامي على ملعب استاد المكتوم بنادي النصر بدبي. وكان المنتخب السعودي الأكثر استحواذا على الكرة على مدار شوطي المباراة، كما فرض تفوقه من الجانب الهجومي لكنه أخفق بترجمة الفرص إلى أهداف بذل الصمود والحذر الدفاعي لمنافسه الياباني. وكذلك افتقد المنتخب السعودي للسرعة المطلوبة بإنهاء بعض الهجمات، بينما خطف المنتخب الياباني هدف المباراة الوحيد وتأهل من الفرصة اللي أتيحت له من ضربة ركنية. ورفع المنتخب الياباني صاحب الأربع ألقاب بتاريخ البطولة الآسيوية عدد انتصاراته بسجل المواجهات مع المنتخب السعودي بالبطولة إلى 6 مقابل فوزين للسعودية، وهالشي صار بخلال 8 مباريات بيناتهم بكأس آسيا. وبإجمالي 15 مباراة جمعت بين المنتخبين الياباني السعودي المتوج بلقب البطولة الآسيوية 3 مرات، حقق المنتخب الياباني الفوز 10 مقابل 5 انتصارات للسعودية وتعادل 1. حجز المنتخب الأسترالي مقعده بالدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية المقامة بالإمارات أيضا بفوزه على منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي 0-0. تأهل المنتخب الأسترالي للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية للفوتبول المقام بالإمارات بعد فوزه على منتخب أوزبكستان 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية على ملعب استاد خليفة بن زايد بنادي العين بدور ال 16. وانتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي اللي لم يشهد تسجيل أي أهداف أيضا قبل ما يحسم المنتخب الأسترالي الفوز من خلال ركلات الجزاء الترجيحية. ومرت الدقائق الأخيرة من دون حدوث أي جديد وسط حالي من الحذر فرضت نفسها على أداء المنتخبين لينتهي الشوط الأول والثاني من المباراة بالتعادل السلبي. وأيضا مع بداية الشوط الإضافي الأول استأنف المنتخب الأسترالي نشاط الهجومي وأتيحت له العديد من الفرص المحققة، لكن الحارس الأوزبكي إجيانتي نستاروف دافع عن مرماه بشكل ممتاز ومر الشوط الإضافي الثاني من دون أن يشهد أي هدف أيضا لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية يلي ابتسمت لمنتخب الكنغرو الأسترالي. وامبارح أيضا ضمن كأس آسيا تمكن منتخب الإمارات العربية المتحدة صاحب الأرض والضيافة من التأهل للدور ربع النهائي بفوزه على منتخب كرغيزستان يلي كان مفاجأة البطولة نظرا إلى تأهله لدور ال 16. أحرز البديل أحمد خليل هدف من ركلة جزاء بالدقيقة 103 ليقود الإمارات صاحب الأرض للفوز 3-2 على منتخب كرغيزستان بعد وقت إضافي، ولا تتأهل الإمارات كأول منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي. وتقدم خميس إسماعيل بهدف للإمارات من ركلة ركنية ومن كرة رأسية بالدقيقة 14، وسجل ميرلان هدف التعادل لكرغيزستان بالدقيقة 26، وأعاد علي مبخوت التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من مدى قريب بعد استقبال رائع للكرة بدقيقة 64. وارتقى تورسلاني روستوموف لركلة ركنية بالدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني ووضع الكرة برأسه ودخلت المرمى رغم محاولة الدفاع البديل محمد أحمد إبعادها. واحتسبت ركلة جزاء لأصحاب الأرض بداعي إعاقة مبخوت داخل المنطقة بعد كرة عرضية، ونفذ خليل الركلة يلي كان رابع تبديلات الإمارات. الركلة كانت قوية جدا ودخلت المرمى، ورح تلعب الإمارات بدور الربع النهائي مع أستراليا حاملة اللقب اللي كانت فازت على أوزبكستان بركلات الترجيح. وبإخبار كرة القدم الأوروبية أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد مع المهاجم كيفن برينس بواتينغ.
أعلن برشلونة بطل ومتصدر الدوري الإسباني عن ضم المهاجم الغاني كيفن برينس بواتينغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من ساسولو الإيطالي. وقال النادي الكتالوني بموقع الرسمي توصل برشلونة وساسولو لاتفاق بشأن استعارة اللاعب كيفن برينس بواتينغ لما تبقى من الموسم الجاري، وبيتضمن الاتفاق خيار شراء اللاعب مقابل 8 مليون يورو. وبيهدف برشلونة ومدربه أرنستو فيلفاردي إلى إيجاد البديل يلي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغوياني لويس سواريز بعد رحيل منير الحدادي إلى المنافس المحلي إشبيليا. وأشار النادي إلى أنه رح يقدم اللاعب اللي عمره 31 سنة بعد ما يعرض مسيرة اللاعب الغاني. وسبق لبواتينغ يلي عاد إلى الدوري الإيطالي هالموسم بعد ما قاد أنتراخت فرانكفورت إلى الفوز بالكأس الألمانية السنة الماضية، أنه لعب بالدوري الإسباني لموسم واحد عام 2016-2017 مع لاس بالماس بعد انتقاله من أي سي ميلان، حيث لعب لا فترتين بين 2010-2013 وبالنصف الثاني من موسم 2015-2016. وبدأ بواتينغ المولود بألمانيا والأخ غير الشقيق لنجم بايرن ميونخ الدولي الألماني جيروم بواتينغ مشواره بنادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين قبل الدفاع عن ألوان توتنهام الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني وبورثموس الإنجليزي وميلان وشالكي الألماني ولاس بالماس وصولا إلى أنتراخت فرانكفورت وساسولو الإيطالي. هذا كان أبرز ما لدينا من الأخبار الرياضية لهلأ، شكرا لكم وإلى اللقاء. في ختام النشرة نذكركم بأبرز عناوينها: الرئيس الحريري في عين التين وملف تشكيل الحكومة في صلب مباحثاته مع بري. الرئيس عون: بدأنا معركة مكافحة الفساد ولن نسكت عن عذاب المواطنين. ارتفاع حصيلة قتل القصف الإسرائيلي على دمشق وتل أبيب تطور دفاعاتها. تابعنا في الاقتصاد: موديس تقول إن استمرار التأخير بتأليف الحكومة سيزيد الضغوط على السيولة. وكان في الرياضة: تأهل الإمارات وأستراليا واليابان إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا. إلى اللقاء.